يعني تخن الأطفال نقدر نقول سبب كبير فيه هم الأهالي أصلا. ده أكيد. للأسف إحنا لو جينا نتكلم عن زمان ودلوقتي، الحياة والريتم السريع خلت إنه الوجبات السريعة أسهل، والكانتين بتاع المدرسة زمان كمان بالظبط، خلت كمان إنه الأطفال بيستسهلوا الإعلانات، الهدايا، غير كده بقى مكرونة وسكالوب بالظبط، غياب بقى الأسرة دي وتجمع الأسرة على سفرة واحدة، ده ما بقاش موجود، لأن إحنا كان عندنا مواعيد أكل ثابتة، كان عندنا أنا عندي فطار غدا عشاء. أنا مش فاكرة مواعيد الأكل الثابتة ده، خلاص بقى خلصت. ما هو دلوقتي كل واحد بياكل في الوقت اللي هو عايزه، ممكن وجبه او وجبتين في اليوم، ممكن يستسهل ويجيب وجبه مثلا خارجيه، فكل الكلام ده طبعا بوظ الدنيا. ماراثون بقى الثانويه العامه والمذاكره والامتحانات، والطفل من اولى ابتدائي بيذاكر، قاعد بيذاكر فبطل رياضه، وفي الصيف قاعد قدام السكرين الاجهزه كلها والشاشات والالعاب والكلام ده كله، فهو في الاخر ده كله بيؤدي لطفل عنده سمنه، والحقيقه انه السمنه تساوي سوء تغذيه زيها زي النحاس. كثير من الامهات، مش كتير بس هنقول البعض من الامهات، معتبر ان كل ما الولد يكلبص معناه ان هو صحته كويسه. هو الحقيقه وده بينعكس في صوره سندوتشات عجيبه بيدوها له، تلاقي طفل صغير فعلا كمان يعني. في ميكس. ايوه انا فاكره والله واحنا صغيرين كان في ناس مامتها بتديهم ساندوتش مربى على حلاوه على جبنه على فندم. زمان كان في ناس بتعمل لاولادها سندوتشات حاجه اسمها مفتقه، لو حضرتك عارفاها. عارفاها طبعا. طيب بس ده انا عايز اقول لحضرتك ده حدوته بقى ده عسل اسود، سمسم وعسل اسود وبيتحط فيها ممكن حاجات كتير قوي بتزود ال والله. انت بتقول ساعات يتحط فيها بطاطا اعتقد حاجه كده وسمسم، بس هي على فكره مفيده يعني، هو بتخن بس مفيده. ما هو في الاخر احنا عايزين نتخن طفل، فبنديله اي حاجه بغض النظر عن احتياجاته، فبيطلع الطفل ده بعد كده عنده سمنه. انا بزود عدد الخلايا الدهنيه قبل البلوغ، وبالتالي بيطلع عنده سمنه، ثم امراض زي السكر والضغط والكوليسترول والقلب والكلام ده. فللاسف احنا بقينا بنشوف الكلام ده بدري يعني، فاهم الموضوع طبعا. موضوع انه زمان يعني، هو زمان الكلام ده انه انا بحب الطفل يبقى مربرب كده وعنده خدود وكده، الكلام ده خلاص، لانه طبعا السمنه دلوقتي هم بيبقوا كيوت بس مش هم بيبقوا كيوت بس الصحه بقى بعدين هو مش قادر يتحرك بغض النظر عن الامراض، هو مش قادر ان هو يواكب مع زمايله، مش قادر يجري، نفسه طبعا تعبان، فبقى بيتكسف، فبقى عنده حاله نفسيه سيئه ان هو مش قادر يبقى زي صحابه. فيعني انا دمرته من كل ناحيه يعني، صحيح. مش بس صحيا، لا انا صحيا ونفسيا وحركيا وكل حاجه.